مساء النور، شكرا على اختياركم القناة الوطنية الأولى. كالعادة هدرة أخرى معكم من توا على امتداد ساعتين من البث المباشر. تحية كبيرة للجمهور الحاضر معنا الليلة، تحية كبيرة لفرقة منير الغضاب، مرحبا التحقوا بينا في هدرة أخرى. محمد علي بن جمعة، أهلا وسهلا. حاتم بالحاج، كلثوم حندوس، وجميلة جميلة خالطة في الثنية بلاصتها السنة فيها، شفتوا جميلة في خالطة في الثنية وكانت تتعدى في الوطنية وكانت تتعدى على الوطنية. أيوة. في أيام قرطاج المسرحية. هذايا المباشر حاولت باش تخلط الماكسيموم، احنا نستناو فيها في اي لحظه تلتحق بنا. مرحبا بها. كي العاده الدخله نتاعنا، كل واحد شنو محضر؟ شابدا بك انت اللي جيتنا من توزر. جيت من توزر. وهذا موضوع الفقره هدره سبيسيال، من بعد باش تبعوا ديزيماج مزيانين برشا، وجابنا الشاش معاه شاش الهديه نتاعهم. أنا أنت حبيت في الدخلة تحكي على حاجة ياسر باهية وتشرف. عندها علاقة قرايب الجي تي سي بأيام قرطاج المسرحية، لكن الجائزة ذي اللي تحصل عليها الممثل التونسي المسرحي والسينمائي عبد المنعم شويات، جائزة كبيرة، أحسن ممثل في القارة الإفريقية على دور في مصطفى زاد لنضال شتى. الجائزة ذي أخذها، معناها كانت دوزونا شمال افريقيا، خذا جائزه وحدها، بعديك اعطاوه جائزه كامله على زاد مسيرته هو المسرحيه والسينمائيه، وعلى فيلم مصطفى زاد اللي خذا جائزه احسن ممثل في جي سي سي 2017. ومن نجمه كان نقول لعبد المنعم شويه مبروك وتصفيق عليه بلي. تحيه كبيره لي، ديما متالق وديما منورنا منعم. انا نشوفه في كنا نشوفه في التصويره، الجائزه كبيره على خاطر يتعدى للنوميني برشا معنا ممثلين، والجائزة اسم على اسم ممثل كبير افريقي عاش في فرنسا، كان يخدم مع بيتر بروك في البوف دي نور، اسمه توسيكي ولا توسيكي. الجائزة باسمه هو، هو جاي لتونس السيد هذايا الله يرحمه توفى، خدم معه حتى فتح الهداوي اون توك اكتور في مسرحية. تو نهار اخر نحل لك عليها ديبا كامل. هي ما الجائزة نتصورها مهمة، خاطر مش سهلة نتصور معناتها. مش سهلة، ويزيد يكونفيرمي على دوره في مصطفى زاد لنضال شتى. معنا عبد المنعم شويات قاعد يبدع في المسرح وفي السينما، من نجمو كان نكونوا فرحانين وبرافو عليه. باهي برشا. حاتم السنس ديما هكا نيجاتيف شويه هكا، ولا يقول لك هي نيجاتيف اما مش برشا. مش برشا. اليوم بوزيتيف. اليوم بوزيتيف برشا، بو خاطر ديما تلوم عليا اللي ديما نختار كان حاجات النيجاتيف. السنه انا نعتبره سنه الهادي جويني، علاش؟ خاطر الفيلم اللي خرج واللي دوكيومون اللي فيه ولاده معناها قاعدين يحيوا في الذكرى نتاعو، ذكرى الوفاه وقتاش؟ لو 30 نوفمبر توفى. نوفمبر. اما لي ريبريز نتاعو في العالم اجمع، معناها هالايامات انا اختصت شوي خاطر كنت تلقى برشا فركس على حاجه. اما باش نسمعكم اليوم كادو من عندي فيرسيون سيرمون، فما شكون يعرفها، من اجمل لي ريبريز اللي سمعتهم تاع الهادي جويني. نشوفوها. شوفوها. الليمون اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، الليمون اللي غاروا مني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها. هالثمرة اللي غرتوا وحبيتوني باش ننساها، ما ننجمش نبعد عنها وانا كل حتى في ماها. هالثمرة اللي غرتوا منها وحبيتوني باش ننساها، ما ننجمش نبعد عنها وانا كل حتى في ماها. مجنون وعاشق في بدنها والعالم كله شريها. خالد ميمة طارق،
اللي صوتها مزيان على الاخر وعندك الحق كي اخترت من احسن لي ريبريز اللي سمعتهم انا حاتم فنان فنان نيجاتيف ساعه ساعه معناها ودنا بحاجه اي ودنا بحاجه هكا بعض الاشاعات فرحان هو الجمعه ذي دونك حب حاجه تكون حاجه تصبغ علي باهي كيما نعرفوا الجمعه هذه الكل العائلات التونسيه كلهم خاصة اللي عندهم تلامذة في الإعدادي والثانوي عانوا الجمعة هذي من المشي الجاي متاع تلامذة أما أنت اختارتها أما أنا ظهرت لي خرجت منها حاجة بوزيتيف دايوغ شنو قديمة في الغناء كيما حاتم فما تلميذة كما يعرفوا الناس كل تلامذة جمعة ذي مساكن عبثوا بحالهم في تعدي وفي ما تعديوش في روح في أقعد في ندرا شنوا فما تلميذة عبرت على احتجاجها بطريقة ياسر كرياتيف وياسر مزيانة وصوتها ياسر حلو وانا ياسر عجبتني وحبيت نعديها اليوم في الوطنية في سهرة نهار السبت باش العباد الكل تشوفها نشوفهم معنا وقت اللي قاعدين في الصالة سهراني وتبدل امي تحط الوطنية سنين نلقاو يعقوب يخطب واحنا بالناري لا ما فما قراية ولا مازلنا قاعدين لفت يعقوب قال ماكم مش قاري جاوبنا احنا انا لك شي من اللي اعلم أغنية ثلاث دقائق ولات المساند الرسمي في كل شيء اي مشكله حتى اللحن نتاعها سهل ولا بوختي دونك نجم ركب الكلام وامشي اون بلوس ضامره زاده ضامره يظلي بندرمان باش يختفها بعد ما تعدي الكلام دخلها في الليكيب يا جماعه جميله جات سبحان الله جميلة تجري تجري لا ساكنت فارغ ريليكس شنو الأجواء في الافتتاح طيبة 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 أما بالحق متأسفة شوية فماش برشا جمهور نعرفش علاش دعم يظهلي وقت اللي ما فماش ياسر لي بايات ولي فونت أندراوين واسلين يقل شوية الإقبال تلقى بالحق صفوة الصفوة المسرح خاطر المسرح ما يحبش ياسر البهرج ولا الحاجات هكا الفخفاخه الفضفاضه اللي ما عندهاش لب حقيقي دونك ما تلقى كان اهل اختصاص مي سهريه نتاع افتتاح محلاها طلعت سوغ سين قلت كلمه شنو قلت؟ خاطر احنا لاهين ما تبعتكش والله هي قلت كلمه نحكي انا على علاقتي بالمسرح حبتي للمسرح وعشقي للمسرح وبعد نتلاقى انا وعاطف بن حسين ونحكيو بطريقه طريفه جدا 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 على الناس اللي فارقونا الممثلين سورتو اللي غادرونا بطريقه هو اللي يحلم حلمه ولقاهم الناس كل غاديكا وجاي يحب يهزني معاه يا اخي انا قلت له ليه صديقي خلينا ساعه نكملوا الحلمه نتاعك وبعد وقت اللي يجي وعاطف بعد شويه باش يكون بحبنا ضيفنا اليوم باهي هاكا ميلا خلطت على تاك نتاعك خاطر شعله لما خلطتش عليها لاتاك شنو اخترت الجمعه هذه جميله؟ اخترت مجموعه من الشبان هذه الجمعيه التونسيه للبحث العلمي والابتكار والملكيه الفكريه يراسها السيد امين الغرياني تسعة شبان توانسة خذوا المرتبة الثانية في مسابقة دارت في 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 باريس في مختلف المجالات بيولوجيا جيولوجيا تكنولوجيا مواد طبية فنون تصميم تحصلوا على المرتبة الثانية بعد شكون المرتبة الأولى فرنسا المرتبة الثانية تونس الثالثة ألمانيا والرابعة روسيا معناها مرتبة فريمون مستحقة شفت
لي جون والماده الشخمه التونسيه فين تنجم توصل. اما الملاحظه اللي نحب ناكد عليها اللي الوفد التونسي هذايا ما لقاش حتى دعم من السلطات العموميه التونسيه، وتحمل تكاليف السفر والمشاركه في المسابقه هذايا وحده. اللي هي ديما تتكرر الحكايه هذوما في برشا مجالات للاسف. للاسف. يعطيك الصحه جميلة. كيف ما قلت أنت حكيت على عاطف اللي هو كان معاك وكان حاضر في الافتتاح، افتتاح أيام قرطاج المسرحية، واللي عنده جديد زادة في خدمته، ذاك علاش حبيناه اليوم دوزونا يعني يكون حاضر معنا من كوتي المسرح ومن كوتي زادة خدمته جديدة اللي باش يحكي لنا عليها. تحية كبيرة لعاطف بن حسين. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. جبناك تجلية في دور علينا يسلم. اول مره يعمل دوره هكا، اول ضيف في دور هكا يسلم علينا. ديما يجي على المسرح هكاك، تجي ديما نجي ديما نجي. هي الطاقه انطلقت من مدينه الثقافه، جات من المسرح بالانرجي نتاع المسرح. جيت ظهري وتجلي تجلي على الاخر. سافا الاجواء، عجبك الافتتاح عاطف؟ احنا من الداخل ما نجموش نشوفه، معناتها كنا على الركح انا وجميله. يبدو افتتاح عادي كيما الافتتاحات الكل. باهي باهي باهي، خلينا نبدا متفائلين خير. باهي باش ترتاحوا شويه خاطر جيتوا تجري، وفي نفس الوقت نحب نقدم ضيفنا اللي سعيده اليوم بحضوره بحضينا، فنان يمشي بخطى ثابته ونقولها خاطر يختار وين يتعدى ويختار شنو الاغاني اللي قدمهم، وعنده جديد زاد هو كفر مازال كيخرج المده هذه. سعيده جدا باستقبال الفنان محمد بن صالح.
الخجل غلا طبع الخجل غلا صعب علي عايشك. يعطيك الصحة على الأغنية الأولى اللي غنى بها سلطان حبك الأمينة فاخت وفنانة قديرة وأنت غنيتها زيدة حلوة ياسر يعطيك الصحة. اليوم مش أسمعوك في أغاني ما تعودش ياسر يسمعوك فيها. مرحبا بيك. وبيك عايشك الله يخليك. ثم دخلة مسرحية ودخلة غنائية. غنائية يا عيني. فن فن والانتربريت تغزل قداش تفاعل حتى المجهود كأنه سافر بينا كأنك مشيت برشا وانت سور بلاس وعرفت معناها معناها خرجت لنا خرجت لكم التريب صحيح خاطر شوف راهو حتى لا لا نصرة علي خان مريقل خويا علاش هكا يعرف انا عندي فرد مش احنا الفنانين انا عريق مثلا ممثل عريق عريق عارف ممثل عريق اي اكيد هذا ديما الناس كل ولامع تعيشها الحكايه عندك مع الكاميرا لقى عاطف جيتنا بجديد دي كور ميتراج خادمهم في مجموعه من الولايات اما مازال فما بارتي اخرى ان شاء الله باش تنطلق فيها اما حبيتك تحكي لي الفكره كيفاش جيت وشنو البرانسيب نتاعهم هذوما لي كور ميتراج اللي عملت بهم دوره في بعض جهات الجمهوريه هما هي فكره ال لاتوليه دو لاكتور ديفون لا كاميرا ورشه الممثل امام الكاميرا في الجهات يعني صورنا افلام مع ممثلين اللي تقريبا 95% منهم اول مره يقفوا قدام الكاميرا كانت فما معتها نهارين للتكوين يوم نقعدوا أسبوع في كل ولاية نهارين للتكوين وأربع أيام تصوير وثم نتعداو المرحلة بينسير المونتاج والميكساج والإيتالوناج وكل شيء معتها حبينا نخرجوا أفلام في المستوى الحق معتها تربطهم ببتام ولا نعم تربطهم بتام ولا تخليهم لا لا افلام ما فماش دي تام فما معناتها كل معناتها كل ولايه عندها خصوصياتها عندها كذا نحاولوا نكونوا يعني فماش راب معناها في الكوندكتور لا ما فما حتى في لا لا كل فيلم وحده مكتوب وحده عنده بدايه ووسط ونهايه اموره منظمه هو
مشروع مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية، برنامج مدن الفنون. وشاركنا فيه معناتها في الإنتاج أكاديمية قرطاج للفنون لاسي، اللي بعثوا معنا زاد طلبة دي تكنيسيان من عندهم اللي هما كانوا زاد دي ستاجير وميم تو معناتها حملوا مسؤولية التصوير. وكان الهدف أنه ندخلوا للأعماق المدن التونسية، الأعماق الولايات هذيك. يعني عدينا صيف حق أنا يظهر لي أحسن صيف عديته في حياتي، وإحنا نتجولوا في بدينا من الكيف، جندوبة، القصرين، وبعد مشينا للمهدية، مشينا لبنزرت، ومشينا للكيف جندوبة بنزرت المهدية، ستة ولايات على كل قصرين. القصرين مشينا احنا بدينا بالكيف، جندوبة، القصرين، قفصة، المهدية، بنزرت، وبعد أسبوعين بالضبط من الدات هذه باش ننطلقوا في توزر، قبلي، سيدي بوزيد، القروان، باجة، باجة سليانة. باهي برشا. باش نشوفوا ساعة فكرة ميكينغ اوف نتاع الأجواء هذيا، خذينا شوية شوية من كل ولاية سميتها، نشوفوا الأجواء ونرجعوا نحكيوا أكثر. تفضل. الاخر انا نتصور راهو حركيه كامله دخلت لهم في الجهات، وخاصه الشباب اللي مش لاقي فرص كيف ما هكا، وانت اعطيتهم الفرصه هذه. عاطف انا قلت لك عدينا معناتها هو الاكثريه التصوير كان في الليل ساعه نظرا للمناخ الحار جدا، معناتها في الكيف كانت درجه الحراره وصلت 48 درجه، فكنا نضطر ان نخدموا اخر العشيه حتى لليل. فكانت الليالي كانها مهرجانات، معناتها كان الليالي مهرجان، فهمت؟ العباد تتلم بينا ويقعدوا يسهروا معنا ونستحقوا حاجه يمدوها لنا بالوقت. واني قلت لك دخلت الانهج معناتها والبلايص اللي بالحق فهمت قيمه الفن، معناتها عند الناس هذوكم اللي ريالمون معناتها في القصرين حي الزهور، كي تقول حي الزهور يظهر حي الزهور مدينه قدام الانهج اللي فما الداخل، معناتها وين فما العباد اللي هما معناتها خساره مهمشين وخساره ما فما ما فماش بيهم لهوه، ما عندهمش معناتها الطموح نتاعهم ماشي ينقص، كي تدخل عليهم بتورناج وممثلين وكذا وجو، معناتها عداوا معنا قلت لك الليالي ويسالوا فينا على الحكايه ويمثلوا معنا، فما شكون
معناتها الى بارتيسيبي من غير ما يشعر فهمت وكذا معناتها صورنا حاجات اللي هما الافلام توا حاضرين معناتها 100% ست افلام الاوله واحنا باش نصوروا الست افلام الثانيين ومن بعد نعملوا تظاهره نعديوا فيها الافلام ومن بعد نكملوا ال 12 ولايه لما زالوا فما معناتها عاد قلت ما فماش تام اما شنو القاسم المشترك بين الولايات هذوما بين الافلام لا ما فماش بين حتى الولايات لا انا قلت لك هو ما فماش قاسم مشترك كل ولايه فيها سيناريو مكتوب معناتها احيانا دخلنا شويه معناتها خصوصيات الولايه ذيك اما هما سيناريوات مكتوبه فما سيناريست حاتم مرعوب صديقنا اللي كان هو مشرف على الكتابه وهو اللي معناتها ابدع لنا ست سيناريوات ومازال باش يبدع لنا ست سيناريوهات اخرين معناتها المشروع عنده مده الليسونسييل بالنسبه لنا ان نلقاو ممثلين دي كاباسيتي طاقات اللي هي اول مره تمثل قدام الكاميرا ديك علاش نسالك نقول لك الطاقات هذوما من بعد ما شرهتوهم وكانت عندهم الفرصه الاولى من بعد فما متابعه فما باش تخلي عندك لي كونتاكت ممكن تجي فرص اخرى نتاع باش نحاولوا معناتها نحاولوا انه نقعدوا اون كونتاكت بيان سور هما فما ساعه شكون ممثلين خدموا معنا عنده في كارييرو 20 سنه مسرح مثلا احنا خدمنا بالتعاون عمره ما وقف قدام الكاميرا احنا فوالا احنا خدمنا بالتعاون مع لي سونتر دار دراماتيك اسونسيلمون فهمتك المراكز الفنون الدراميه والروحيه في الجهات معناتها فما ممثلين كما نذكر على سبيل المثال محمد طاهر خيرات مثلا متخرج من معهد العالي في المسرح عام 99 وثم حتى عام بطل فيه المسرح منير الخزري زين العبيدي في جندوبه ممثلين معناتها كبار في المسرح لكن عمره موقف قدام كاميرا وممثل وكذا وكانت فما رهبه اخرى واكتشفوا هما سوموند هما بيدهم زاد يلزم يتابعوا معناتها انا اللوم عليهم زاد شويه انهم ما يتابعوش روتيري أي. المسرح ما هو يخلق نوع من العزله شويه فهمت مسرح دي ريبيتيسيون كل نهار وانتاجات وعروض وكل شيء يخليك بعيد على الجو وناس تفهم انه فرق ما بين التلفزي يخلق عزله زاد لا بالعكس ما يخلقش وراه الفكره هي علاش خاطر كنت تفكروا في السبعينيات معناها فما برشا فنانين مشاو للمناطق الداخليه ونعرفوا في الكيف في القفصه معناها خرجوا نوات اللي توا مازال المتفرج يتفرج فيه سختون المسرح صحيح علاش ما تفهميش دعم مثلا نحن الفنانين مثلا الممثلين ولا عندهم بيريود يخدموا ما عندهم بيريود ما يخدموش علاش مش الوزاره تجي غادي كتوفر له شهريته خدمته السكن نتاعو في هكا في مدن في ولايات ويعدي ثلاثة شهور يعمل ماستر كلاس للجماعه الكل معناها يظهر لي صحيح هما زاد انا حاتم مغزل ما نحبش كل شيء يبدا على الوزاره اما معناتها هما يلزمهم يطالبوا هما يلزم معناتها يلزم يلقاو يتحركوا اكثر انا عرفتش انا كيفاش اما يلزمهم يلقاو حلول مازلنا مكملين اما كالعاده وقيت باش نمشيو للمافيولا باش ننسيكم في الغنيه نتاع الدخل في مصر الدنيا قامت وما قعدتش على روبة بون هي بطان متاع روبة متاع رانيا يوسف ونحن شعب ياسر كول مثلا الديوانة عنا حجزة 11000 حربوشة إكستا حاجة إكستا أوردينير ماكم تعرفوا نويل على أبواب أولادنا يموتوا على البونبون وشدوا زادة محسوب رطيل من دروغ حاجة فسفس جديدة هذية معروفة باسم دروغ دو زومبي قال لك اول مره تدخل تونس دونك رحبوا بها هي واللي زومبي نتاعها الكل ونهديوا لها اكجمل المفقح نتاع الارتيزانا وقفاص سيدي بوسعيد اللي تسبب في انقراض البازويش من سطوحات تونس حاجه لوكس نتاع تفائل وحتى بصمه الخلفاوي متفائله زاده باللي صاير في تونس
هذا جديد في وضعية معني استقبالنا من قبل السيد رئيس الجمهورية وسمعانه وقلنا له وقال لنا قلنا له الذعر والخوف وقلنا له حالة الناس لأني أنا نمشي للمارشي نمشي للحفصية ونمشي للبارد ونمشي للزهور ونمشي للزهروني ونمشي للزهرة ونمشي للمارشيات ونشوف الناس وحالة الذعر اللي عايشة فيها العباد وقلة الأمان وبعض الناس اللي ولات تخمم بششري السكر وتخبيه وبششري السميد وتخبيه لأنها تتوقع حرب أهلية علاش؟ لانه تعرف اللي فما طرف عنده السلاح بخلاف الدوله في البلاد. سمعتوا ليزي يحتكروا في السلعه وكملوا يحتكروا في السلاح زعما فرد مخزن ومعاهم دروغ هذايا نتاع نوال الزومبي ولا حاجه اخرى. خاطر مع كل انتخابات ديفويت النهضه تعاود تظهر اما جاب ربي سفيان توبيل اخر واحد متحسن مضمن في مقرات نداء الخاليه طيح دوسي على الليكس نتاعو حركة النهضة اللي بعد ما فسخوا الخطبة بعثوا له السوليتير نحكي على حف في كنستر وخليت يوسف الشاهد بالسربيس بتاع القهوة متاعه شوف حاجة النظام السابق سي محمد راكم في حركة النهضة هو يستاهل النظام السابق خاطر في حركة النهضة خدمتوا بهم وحطوهم في قوائم وخدمتوا بهم انتخابات البلدية أدو با من هنا رئيس البلدية بتاع باردو على حركة النهضة كانت مساعد مساعدتنا في عمل التصريح حاب نسمو لكم القوايم انا عندي في قفصه رئيس القايمه تاع النهضه رئيس الشعب والثاني تاع النهضه كاتب عامه مساعد باش تصير كان ما عندكش المعطيات هذه نعطيها اما باش تخدموا بهم ويعملوا بهم وعندنا نواب بس نواب تجمعوا عليه في حاله النهضه معايا انا نعرفه بيلا تحيه للي بجنبه هاوكا مش يقولوا أهل مكة أدرى بالشعب متاعها شكون أصدق من تجمع 2.0.1 باش يفيق بالتجمعين المندسين والدليل الحماس متاع النائب اللي لقن فيه لبس كرافات حمراء هذا الكل خاطر مارجينهم على صندوق الكرامة من أجل صندوق الكريمة اللي وصل المجلس النواب ما هم قالوا باش يفلسنا ترى نشوفوا تمويلاته منين جاي يقول منين مصادره أهم حاجة من الموارد المتأتية من المصالحة والتحكيم فما ناس معناها مش تدخل في مسار مصالحة تقول أنا في وقت الاستبداد استفدت ماديا من وضعيتي في الاستبداد وباش نعوض للدولة جزء من هذه الموارد معناها ترصد إلى ميزانية الهبات والتبرعات ومن ميزانية الدولة وقطر كان عندها هبة في هذا الاتجاه في وقت من الأوقات ما نعرفش لكن اليوم ما فهمش أكدها المعلومة هذه ولا ما فهمش هو مفتوح أمام كل الهبات والمساعدات الداخلية والخارجية في هذا نحكي لك مصادر تمويله لا معناها يستناو معناها في الهبات من الخارج وكي الدولة التونسية بربي فقيرة فيش قام تقمع في العبيد دولة قمعت والتعويضات ضربوها صحاح خاصة قبل الثورة أما نحن التوانسة يسركوا ليزي رجعنا اللي كانوا في مكانة القمع وزيد شامتين في اللي قمعوهم ويحبوا يحرموهم من التعويضات وش بيهم اللي ناظلوا مكبشين في الدينار علاش ما يجربوش تعويضات باللورو كما نور الدين حشيد بدون شك وهذا نحب ونهائيا الشعب التونسي الكل يقتنع به أنه المجرم الذي أقدم على جريمة قتل فرحات حشيد هي الدولة الفرنسية العدوة شكرا سي نور الدين اللي اكدت لنا شكوكنا اللي متاكدين منهم من الاول اما يا ذنوب الفرنسيس يعوضونا تي هما بيدهم يغفلكم ساكن ايش خلى سفيرهم اوليفيي بوافر دارفور ثلاثه سفراء في سفير ولا ياكل من جنينته في زيت الزيتونه ويعدي فيه بالخبز المدعم وعندنا الصور من بعد في الرادار نتاع اوليفيي يجمع في ليزوليف اسمه بالعربي راهو هو يقرب الزيتونه فلفل أكحل زيتون اسمه بلاد إن شاء الله برك ما يطلبش اللجوء السياسي بحذنا بعد اللي صاير في بلاده Ça, c'est vraiment la vision de l'autre régime d'avant 2011, où tout était contrôlé. Aujourd'hui, mon collègue, mon excellent collègue tunisien, ambassadeur à Paris, il va partout sur le territoire français, il va dans toutes les villes, toutes les régions. Voilà. Et donc, ben, la diplomatie, ça consiste à quoi ? C'est fini le temps de la guerre froide ou l'espionnage. Moi, je suis un intellectuel, j'ai une tête d'espion, franchement. ماكش ظاهر ماكش ظاهر ديسبيو حتى تعرف وبينات انت وليت تعرفنا ونحن حافظينك راهو السفير ناجح هو اللي يبدا جاسوس اما نصيحه رد بالك اللي يسمعك عارفك ماكرون ويرجعك لفرنسا تستنشق لكريموجين شانيل نيميرو 5
هذا كان خلط عليه سي عارفك خاطر ظهر لي في الويكاند جايينو ضيف. Vous dites très précisément que samedi, donc dans trois jours, ce sera l'aboutissement final. Samedi, c'est l'Élysée. On aimerait bien aller tous à l'Élysée. Il faudrait vraiment que samedi, on soit tous unis jusqu'au bout et qu'on avance en direction de l'Élysée. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un putsch que vous voulez faire Non, mais tous les samedi? Gens veulent aller là-haut. Hmm? C'est ce qui est le symbole de ce gouvernement. De donc, oui, les gens veulent y aller, tout à fait. Donc, moi, pour faire quoi? Moi, j'ai vécu les trois samedis. Non, mais pour faire quoi? Vous arrivez devant l'Élysée, vous faites quoi? Vous faites quoi? قولوا لكم الفين كوا يصدم على الإليزي. وزيادك نصيحة أوليفيا بافر دارفور، كي تروح لتهز معاك لا مدالينا في ساشي كحلة ولا باكو ملح بصفر مليم رمزي، هز معاك شوية رش باش تذوقوا اللي ذقناه. كانك في تونس تحوس مرتاح وسط الناس، هذاك خاطرنا مسالمين بالرغم اللي أنتم حارمين من الفيزا باش ما نطلوش على الموناليزا. وكان ما سلبتوناش خيراتنا وقت الاستعمار وبعده راكم أنتم تدخلونا بالفيزا. وباش تزيدوا تعرفوا نحن شكون وانتم كيفاش تفرجوا الفرق بين ثورة الياسمين وثورة الهمجيين. نعتذروا على العنف العنيف والصادم ما يلزمنا نشوفوه والمتولد من كراهية الآخر، أما نأكدوا اللي حتى حد ما مات في الحادثة أبار الأمل في استرجاع الشعوب لرشدها قبل حقوقها. هذه المفيولة كانت مع حاتم بالحاج. بعد الجولة هذه المزيانة برشا قلت علاش عديت الغنية فهمتي معناتها هكا حطيتها على خاطر الظروف فما ظروف قاعدة تتبدل في العالم أجمع والشيء معناها باش يخلطنا ولا ما يخلطناش هذيك ما عادش حتى شيء كيما قبل فما حاجات قاعدة تتبدل المعيشة معيشة غليت بصفة مهولة في العالم النظام السياسي والاقتصادي في العالم قاعد ينهار فما حاجة قاعدة تتبلور تتبدل ما عادش عارفين ما عادش عارفين وين ماشيين نرجعوا للفن محمد قلت عنده جديد والكفر اللي خدمته واللي شفته جاتني مفاجأة بالستيل اللي مستانس تغنيه محمد واختيارك للكفر غنائي الشاب خالد كيفاش حبيت تعاودها بطريقتك والتصوير زاد كان ستيل اخر وجو اخر اللي يعرف محمد يعني كيفاش حبيت تنوع توري حاجه اخرى فيك؟ اولا هي حاجه نحبها هي غنية نحبها ومانيش فاهمها كما فاهمينها برشا ناس اوكي هي تقول اديتني السكره يعني نورمالمون يحكي على الكحول ما هو يحكي على معاناة إنسان أدمن الكحول وولد حياته دمار وهي زادت نجم تعبر على مقصود أي معاناة مش لازم كان الكحول والغناية عجبتني كما ريت ما غنوهاش برشا ناس ولا زاد حبيت نوري كوتي آخر من محمد بن صالح اللي غني طربي واللي كنتوا تسمعوا فيه تو غني طربي كل يعني حبيت نوري لو كوتي مغربان اما حبيت نفهمه للناس بطريقه اخرى مش كيما يعني استنسوا به عشت التجربه باش تتقمص الدور مازلت ما لطف عليك وليك نشوفوا ببعضنا الكفر ونرجع نحكي يدتني المحنة يدتني سكر اداتني وداتني محنتها يا نسكر كل يوم ويا داتني الروجه اداتني لا ازواج
رجلا دار والعقبة واعرنا ويا داتني المحنة داتني يا داتني سكرة داتني لا زهر لا ميمون والزهو ما يدوم ما هذا يا محمد ما هذا شوفوا فيه برافو الكليب مصور بلان سيكونس بلان سيكونس ما مونتاج عملنا تحيه للمخرج ما زال عاد المخرج خليني نفرح بالقديه صاحبي واخويا ياسين تبقى معناتها ان تالون جديد وماشي بالقديه ياسين ما شاء الله عليه على الشوا تاع نواري بلان على خاطر نواري بلون اولا شوف راني استيتيك ولا خاطر الغنايه قديمه مش على خاطر قديمه ما عجبتني حطيتهم كولور ونواري بلون نواري بلون بنينه برشا هو ماهوش نواري بلون برشا معناها كان ثبت فما دي كولور يظهروا اما الكولور هذاك مجاني ماشي هكا باهي مع تام الغنايه وعجبني وميم طون هكا عجبني وخدمنا ياسين والله برافو عليك البلاصه وين محمد البلاصه هذيك باش نصوروا فيها بعد غدوتين انا وعاد اي خويا كيفاش تصوروا كيفاش تصوروا كلموني باش نقول لكم الطريقه كيفاش تدخلوا بها للبلاصه هذيك غريبه شويه طريقه معينه دونك البلاصه هذيك معمل سيارات قديم مش بعيد برشا على دارنا زاده نعرفوا ملين صغير وقت اللي عنا نحن المعمل هذاك مصنع السيارات هذاك في تونس مازال ما فماش حاجه اسمها كيا في كوريا ورزمون المعمل هذا في الاخر صلحنا صورنا فيه كليب مش مشكل اثرت ولا المخرج البلاصه اختار دارهم دار اثرت على المخرج لا هو اختارها البلاصه يعرفها على خاطر هو يصور ديما ويعرف برشا بلايص ويعرفها البلاصه هذيك بالذات قليل تمشي سامبوليك تاع البلاصه معناها تصور قداش كان من واحد يخدم غادي في حي هذاك ماجين معناها راهو هذاك العالم يتطور بون شوف راهو المعمل هذاك ماهوش سكر هو حول للبلاص اخرى فهمتني ما الملاحظه الصغيره اللي حبيت نقولها قعدت معك وقت اللي نحن عندنا المعمل هذاك في الستينات بدا راهو
معناتها عندنا معمل مصنع سيارات وشاحنات و... وحافلات فهمتني حركة كان يصنع الكتكات باشي فانا بلاصه فانا هذايا في باب جديد في سوسه في باب جديد كان معرفش باش نعمل بيبليسيتي خاطر برشا معامل بحذاه بحذا معمل مقرونه اللي في ثنيه البحر زون اندستريال معناها زون اندستريال بين محمد اللي انت تسكن بحذا معمل مقرونه لا ركزت معاها انت يا خويا على جميل بون المقرونه عندي معها عندي معها قصه خاطر ما نحبهاش سي با فغي بالحق ما نحبهاش المقرونه لكن زيد تحبها يا محمد لا كان زيد نحبها رايحه زخرى خاطر المقرونه ما تسمنش رايك كيما نحن في بالنا احنا نحب ناكلوا برشا الخبز كيفاش نحكيو على الحكايه انت اكسبورتيف شنو الديسيبلين اللي كنت تعملها قبل سامحني كنت تعمل سبور قبل كنت نعمل سبور برشا سبور ساموراي لا مش ساموراي كنت نجري كنت نجري باش ما نعملش الساموراي خاطر كان نعمل ساموراي راني مانيش بحذاكم لهنا فوالا عاطف عندك بيرسوناج حاضر والله حاضر الفيلم الجاي حق خامم فيه كنت نجري برشا نحب الجري باهي احنا من الجمعه اللي فاتت بدينا بروبريك جديده مع فارس العفيف اللي يخرج بميكرو خفيف نظيف كيفو هو المره ذي حاب يسال التويسه على الخيانه اسكو يعني الازواج يخونوا ما يخونوش فما خيانه انتم شنو رايكم فما في تونس ليه احنا عندنا الشيء هذا جمله ما عندناش حتى طرف الله الله نمشي الميكرو فارس أهداف الثورة تحققت يا شعب تونس رجال تونس رانا ربحنا الجائزة أولى عالميا في عدم الخيانة الزوجية إيه نعم أهدافنا راو الخيانة هي أبشع شيء بالكون أنا كيما راجل بلدية نتبعو يخدموني نقط في البنك نغزلو فهمتوني يمشي ونيجي لا مش صحيح هذوما اكيد اسمع قتلك وين هي وين هو معناتها في المارشي في الواحد هاكا شعر سيجار يا مدام يا مسيو عسلامه قال لك رجال تونس ما يخونوش لا اله الا الله خويا لا اله الا الله كيفاش الدواء هذا كتبوا لنا الطبيب خويا صباح خيانه نص نهار خيانه في الليل خيانه الله 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 ربي يحجبهم تخون انت انا ما نخونش قول والله ما نخونش دوي وكلهم يخونوا والله ما فماش كل يكذب عليك يا ولد شنية ما نخون حد حبيبتك هكا ما تخونهاش ما عنديش وكي تولي عندك حبيبة تخونها ما على باليش الضربة ضربة ضربة تكاكو ضربة ضربة كل واحد شيطانه في جيبه وانت الشيطان كوين كيما الناس في جيبك في جيبي بتبيع بالنسبة لي أنا اللي بالنسبة لي جملة جملة ما مرة ما المدام قالت لك الله الله ليه معناها انت تحكي خيانك الخفيفه معناها كيفاش اغزل الكاميرا احكي لي على الخيانه يا توانسه اكتشفنا نوع جديد من الخيانه اللي هو الخيانه الخفيفه فما ضرب على الخفيف وفما الخيانه الخفيفه شنو هي الخيانه الخفيفه هكا تمشي مثلا مع المدام تاعك وتغزل على جنبك عاودها على جنب عاودها تغزل هكا فهمتي حاجه عاديه ها شوي شوي كيفاش بالعين بالضحكه ما خيانه كيفاش بالعين وريني بالعين كيفاش تغزل البنيه متعديه كي تغزلها والضحكه كيفاش لا ما نضحكش هو مش قلت لي عينه ضحك بالله اي كشو كشوي تدوب بالله تبسيمه البنيه برا لا باش نخزر بيانسير نخزر في الشارع هذاك مش خيانه هو الحقيقه تاع رب سر هذاك بالله نخزر انا في الشارع كيفاش تخزر كيفاش نقول كاليتي تحسنت نتاع تونس تمشي في الصحيح لا تدردع ولا تطيح الله الله الحمد لله الحمد لله اش رايك في الخيانه ما فيش لا اكبر ولا ابشع من الخيانه من شارع حبيب بورقيبه قاعده زعما حبيبة خانها ولا ما خانهاش هاي نشوفوها عسلامة عسلامة ناخد بحذاك لا الخيانة كنز ولا يفنى كيفاش كنز ولا يفنى يا دي خون تجرب محليها الخيانة كيفاش محليها أبن حاجة انك تخون أجمل إحساس الكون انك تخون في بالي نحكي وحدي مارفي لافيني في الحومة ملوي عسلامة عسلامة قالك قالك شنو قالك التوانسه ما يخونوش كيفاش ما يخونوش عوقان لا 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 امبوسيبل امبوسيبل معناها يقول لي انت تخون لا عمري ما نخون اي تو كيفاش امبوسيبل عمرك ما تخون لا ما نخونش علاش نخون هيا بارناسور نسيت تونس ما يخونوش بارناسور معناها تبعتنا بارناسور
ليه سوفي تعيش في حومة عربي تونسية 20 سنة تطلع متكون 100%. معناتها تعيش في حومة عربي تونسية تطلع ما تخونش. تطلع ما تخونش وحتى كان تخون ما يفيقوش بيك. والله مش كي خونة فيق بيه فيق بيه. خل تخون. خمسة عندك الحق. شو تكتيك شو هتفرك كيفاش؟ شوية جو. كيفاش احكي لي الجو تكتيك؟ يجي عطها بيفيق بيا. والله يقول لي ابعد غاد ابعد غاد ابعد غاد. اي شوية شوية تفرك التليفون ولا شنو؟ شوية شارع على الكبوت. ايوا شوية شارع على الكبوت، شوية في واحد وجالي بغا سورية هكاك. ما يخونوش. ما يخونوش ما يخونوش اشتبيت لي البر عليه ما يخونوش. ولو عيتك وانت بتشكي من كل كفايه
مايسترو منير غضاب ومجموعته والجو الطربي هذا المزيان. اي بربي باش نرجع شويه لتالي الغنايه اللي كنا نشوفوا فيها تو وديتني نسيت ما حييتش صديقي وخويا وزميلي انيس قويسم هو اللي وزعها وامين امين الغربي اللي عازف قانون وامين الخال والجيتاريست نعرف اسمه فامبير ما نعرفش اسمه شو هي رام فوالا باهي تحيتك وصلت يا سيدي شمشي وطول المواطنه لول نشوفوا اليوم شنو حضرت لنا واحنا نحتفلوا بالذكرى عليه الذكرى يا لطيف بالدورة 20 لأيام قرطاج المسرحية ذكرى رجعنا الموضوع الذكرى أثر في المشهد إلى عشاق المسرح كل عام وانتم حيين بألف خير إلى عشاق الحياة القلب النابض والهاتف للحب للعطاء للحرية والسلام إلى عشاق الخشبة عشاق الأحلام والأفكار عشاق الحركة والجسد الثائر على كل الأحزان للي أسوا وآمنوا بالفكرة والحلمة وزرعوها وسقوها بتعبهم وعرقهم وجيعتهم لكم منا جميعاً كل التقدير والاحترام للناس اللي حببوني في أبو الفنون المنصف السويسي باعث هذه الأيام أيام قرطاج المسرحية إلى علي بن عياد الفرقة قفصة الكيف المسرح الجديد مسرح الأرض مسرح فو، التياترو، مراكز الفنون الدرامية والركحية في كل الولايات لكم منا كل التقدير والاحترام إلى الممثلين، نجوم تونس المضيئة على الخشبة إلى سيدة منان الدين، جليلة بكار، زهيرة بن عمار، ناجية الورغي، رجاء بن عمار الله يرحمها فاطمة بن سعيدين، أنيسة لطفي، سلوى محمد، أمال بكوش خديجة سويسي الله يرحمها دليلة مفتاحي نعيم الجيني وجهة الجندوبي والقائمة تطول جميلة الشيح إيزي عاد نحشم إلى الممثلين فرسان الركح عيسى حراث بربي نحب تصفيقك والله توحشته بالحق رؤوف بن عمر هشام رستم عبد العزيز المحرزي سلاح مصدق أحمد سنوسي الله يرحمه كمال التويتي فتحي الهداوي علي مصباح الله يرحمه والقائمة تطول إلى كل المخرجين محمد دريس ربي يعطيه الصحة ويشفيه الفاضل الجعايبي الجزيري توفيق جبالي عزدين قنون الله يرحمه منصف الصايم نور الدين الورغي عبد القادر مقداد نور الدين العاتي والقائمة تطول إلى كل التقنيين والتقنيات من إضاءة، ديكور، سينوغراف، موسيقى، ملابس، مكياج، توذيب إلى كل الكتاب المسرحيين كل النقاد المسرحيين إلى كل المنتجين المسرحيين إلى أصدقائي وصديقاتي دليلة نعيمة، جمال ساسي، جمال مديني وحيدة، سونيا شادلي، نعمان، غازي معز القديري، منعم شويات، أحمد الحفيان إنصاف بن حفصية، حمادي لهيبي منال، حنان، شاكرة، منى، ليلى، رمزي، دالي بن جمعة توفيق العايب، عطف بن حسين، فاطمة الفالحي خولة، زهرة، صالحة، جعفور، معز التومي والقائمة تطول إلى كل 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 مسرحي تونس كان لي شرف الوقوف معهم على الركح شكرا على محبتكم وعلى عطائكم وعلى أحلامكم وعلى كل إبداعاتكم المتواصلة
سلام من القلب إلى أرواح كل الفنانين اللي غادرونا هذه السنة، وتمنياتنا الكل بالشفاء والصحة والعافية لبعض الممثلين اللي صحتهم تعبة شوية هالأيامات، ربي يحميهم ويعطيهم القوة. وإلى الجمهور العزيز، أخرجوا اتفرجوا في المسرح، عيشوا حبوا الحياة، لأن المسرح هو الحياة. برافو جميلة، كانت هذه مواطنة لول مع جميلة.